كثيرين اللي يبغون يرتبطون فيني. يلا اسمعوا، هذه قائمة الشروط. أول شرط، يحبني ويحب أولادي، حنون رومانسي مقبول الشكل. الشيء الثاني، عمره ما بين 28 إلى 40 سنة، ما أبغى أكثر من 40. الشيء الثالث، إنه ما يكون داخل على طمع. وأهم شيء، أهم شيء إن هالرجال ما يكون مرتبط، لا عنده زوجة ولا خطيبة ولا حتى حبيبة. اللي حتى عنده حبيبة واحدة يحبها يبعد عني، زي ما هو راح يكون الوحيد بحياتي، أنا كمان أبغى أكون الوحيدة في حياته. وبس، شروط ما هي صعبة صح؟ فلوس ما فلوس ما أدري إيه، والله أني أنا عسل يا أخي، الحمد لله الله منعم علي، ماني محتاجة. طبعا لازم يكون متعلم على مستوى عالي وقدر عالي من التعليم والثقافة، ويكون عنده وظيفة يعني أو عمل حر، ما يكون عطلنجي بطلنجي، بس ما أشترط الثراء الفاحش.